قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بعد ظهر اليوم بمنطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وخلال الجولة التفقدية حرص الرئيس السيسي على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين التي تصادف وجودها أثناء مرور المارة. واستجاب الرئيس السيسي لطلبات إحدى المواطنات وأمر بنقلها الفوري لتلقي الرعاية الطبية في مجمع الجلاء الطبي للقوات المسلحة. تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات القومية. وقد حرص سيادته على التوقف لتبادل الحديث مع المواطنين والأسر التي تصادف وجودهم أثناء مرور سيادته، حيث هنأهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كما استفسر عن أحوالهم المعيشية واستمع لمطالبهم. فرن ولا محل؟ فرن. محل فين؟ بيبيع عيش حر ولا عيش؟ ده حضرتك الحر بيتكلف كام؟ الحر احنا بنبيعه بنص جنيه، والعادي بنبيعه بشلة. لا ابو شيل ده خلاص، ده بتاع لكن الحر بتبيعه كام بصراحه؟ والله نص جنيه، انا مش عارف اللي هي بنص جنيه. يبقى اقل من ثمنها. انا بقول لك انا يعني انت بتبيع الحاجه اقل من ثمنها؟ والله ببيعه نص جنيه. انا مصدقك بتبيع اقل من ثمنها؟ لا. طب يعني اذا كان هو بيتكلم 65 قرش هتبيعه ب 50؟ انا شغال في، انا شغال في المكان ده. وفد؟ انا عارف ان الرغيف بدقيقه بالخميره بالعامل اللي بيشتغل بشويه الكهرباء ولا الغاز. يعني والايجار والكلام ده كله بيتكلف 65 قرش. فلو انت بتبيعه ب 65 قرش حوالي ايه؟ ماشي بثمن. لو بتبيعه ب 80 قرش حوالك بتكسب 15 قرش. ليه بقى؟ بتعمل كام الف رغيف في اليوم؟ على حسب المكنه اللي انا شغال عليها. كام؟ ماشي مثلا 15000 10000. اسمك ايه؟ اسمي محمد. يا محمد فبتبيع ب 50 وبتبيع بشيل. طيب سبب الغلاء للعيش الحر في بيت الاسواق ليه؟ اقول حضرتك بسبب ارتفاع العالمي كله عموما. انت مالك بالعالمي؟ هو انت دي احنا زودناه عليكم يا اولاد؟ لا مش حضرتك تجيب لنا استوردي؟ استنى بس، احنا بنتكلم في العيش دلوقتي. احنا مش بندي الدقيق من وزاره التموين بالحصص، سواء كانت للخبز المدعم او الخبز غير المدعم، ولا انا مش عارف. ايوه صح. يبقى احنا بناخد الدقيق بثمن احنا عارفينه. تمام مدعم. انا مش بتكلم في كده، بتكلم الدقيق الحر اللي بديهولك ده بديهولك بثمن عشان تفضل تحافظ على سعر الرغيف الحر. اسمع، اكبر دوره ربح هي الدوره اليوميه. الدوره الايه؟ يوميه. انا كل يوم بعمل رغيف بكسب. لو بكسب في الرغيف قرش بكسب. لا يبقى انا النهارده الرغيف اللي عملته النهارده خدت قرش، واللي عملته بكره خدت قرش. في ناس ثانيه بيحط بضاعه تقعد بالاسبوع وتقعد بالشهر، ما تتباعش كل شيء. انما الخبز الناس كلها بتاخده. فلو انا النهارده عندي مخبز بيطلع 10000، وانا بقولها ليه مش ليك انت يا محمد، انا بقولها عشان تسمعها المصريين. لو انا النهارده بعمل 10000 رغيف في المخبز وبكسب في الرغيف ريال، كم؟ يبقى هكسب قد ايه؟ يبقى 4000 جنيه. ال 4000 جنيه دول مش بعملهم في الاسبوع، انا بعملهم في اليوم. ومحسوب فيهم ايه؟ محسوب كل اللي فيهم دوره التشغيل، مرتبات الناس، الغاز، اي حاجه متسعره على ان الرغيف اقصى حاجه ليه زي ما احنا بنكلفه 65 قرش. لو انت بعته ب 85 يبقى خدت 20، يعني عملت 4000 جنيه في اليوم، ب 10000. يبقى في الشهر هعمل كام؟ هعمل 120000. 120000 لمخبز بيعمل 10000، ده قليل؟ انت فهمت الكلام يا محمد اقصد ايه؟ هي دي الفكره اللي احنا بنتكلم عليها، ان احنا لا اذا مش بقى بتكلم في رحمه ومش رحمه، انا بتكلم في اقتصاد. اي واحد عنده محل او عنده مصنع عايز يكسب منه، وانا معاه وعايزه يكسب ويعيش. ربنا يخليك. انا بتكلم بجد. انما بايه؟ بالعقل. انا شاكر افضالك يا سياده الرئيس ان انا قابلتك. أنا بقالي 17 سنة في الكويت ماشي، بس دلوقتي اتفتح لي شغل في بلدي، أنا شغال هنا في بلدي دلوقتي، سبت الغربة ما كنتش عارف لا رب عيل ولا رب ده،
بس دلوقتي انا بشكر حضرتك انك انت فتحت لنا مجال في الشغل. طب انت شغال ايه؟ انا شغال بقى ماسك الفرش مع بتوع الفرش. فرش العماير. انتوا من دمياط؟ لا انا من جنة من لوكسر. اهلا وسهلا. اهلا بيك. بس طيبين والله. شغال كويس؟ الحمد لله والله تمام يا ريس. الحاجه متينه؟ لا تمام والله يا ريس. رمسد؟ والله تمام. انت بتعمل بت 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 بتفرش بالالف والالفين. انا من ضمن المتضررين في 4:30 وجيت جيت في اهلين. فيعني عشان كده بنراعي ربنا في الفرش وفي الكلام من ده عشان خاطر برضو احنا متضررين قبل كده. صحيح. فالحمد لله رئيس احنا شاكرين افضالك انك انت جبت لنا من الغربة اللي احنا كنا متغربين فيها وعيالنا بقينا وسطهم دلوقتي. ربنا يكرمك. كان نفسي اقابلك. اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازي؟ كنتوا هنا؟ مبروك. الله يبارك فيك. ادي الحاجة الحلوة للولد. ازي حضرتك؟ ازي؟ ربنا بيحبني. انا سعيد ان انا بشوفك بجد. انتوا هنا مبسوطين؟ بجد انا سعيده قوي. كتر خيرك. كتر خيرك. مبسوطين بجد. صحيح. انت ربنا يخليك لينا يا رب. صحيح والله كل حاجه كويسه. والاسعار قولي. اسعار ايه؟ الحلويات؟ لا الحلويات بتاعت العيال بقى اللي بيتكلم في الاكل والشرب يعني. انا مش مصدقه. لا طب قولي بس الاول حاجه. كل حاجه هنا جميله. والفرش وكل حاجه جميله. تسلم ايديك بجد. طيب. ويخليك لينا يا ريس. اهلا وسهلا. انت بنتها؟ دي بنتي رحيل ومعايا روضه 5 سنين. ما شاء الله. ودي اختي. ربنا يخليك لينا يا رب. ويخليك يا بابا. بجد انا مش مصدقه اني قابلت حضرتك. انا كنت حاسه. قولي لي الاسعار بتاع الاكل والشرب ايه؟ الاسعار لسه ما اشتريتش حاجه. انا بشتري من المنطقه اللي انت حضرتك شلنا منها. يعني أرخص. مصر القديمه. ارخص. انا بتكلم على يعني الشهر ده. زي الفل يا رب. يعني لا ما تقوليش كده. ما انا عايز اسمع. انا حضرتك والله ما اشتريتش عشان ما اكذبش على حضرتك. بقالك شهر ما اشتريت. والله ما اشتريت. طيب وطاقه التموين ماشيه؟ ماشيه. تاخدوا حاجتكم؟ كل حاجه. والعيش؟ والعيش صحيح. كل حاجه والله. والعيش بشلي. طيب. انا زي ما عايزه اقول لحضرتك حاجه. قول يا بابا. انا اختي معانا جنبين بس ما سلموهاش ومعاها 5 عيال. هذا فين؟ في الجيوره مجرى العيون. يعني اللي هي الحته بتاعت سكر والليمون ولا حاجه دي؟ لا لا عند سور مجرى العيون دخلت الجياره. اللي حضرتك قبل كده كنت مصور. كل اللي موجود هنا. ايوه هم. الكلام اللي احنا بنقوله احنا بنراجع كل حاجه بجد. يعني بجد البلد انت حضرتك يعني بجد بقت حاجه تاني. شوف انا عايز اقول لك انتوا كلكم اهلي. حبيبنا. وانتوا حبايبنا. احنا اولادك. اولادك. وانت ابونا. وانا يسعدني ويشرفني. ويبارك لنا فيك ويخليك لنا يا رب. وعايز اعمل كل شيء طيب لكم. مش عملنا لكم في نادي هنا؟ ايوه في كل حاجه. في مدرسه هنا؟ في كل حاجه. وفي مسجد هنا؟ ايوه في كل حاجه. وفي كنيسه هنا؟ ايوه في كل حاجه. كل حاجه لكل الناس. صح. احنا كلنا واحد يا رب. واحد. الرب هو اللي خالق الكون كله. ونعم بالله. وهو اللي موزع كله. طيب ايه تاني؟ مش يخليك لينا يا رب. طب انت جوزك بيشتغل ايه؟ جوزي مبيض محرم جبس. شغال في العاصمه الاداريه تبع الشغل اللي هو باليوميه ده يا ريس. سلم على والدك. يخليك لينا فيك ربنا. شكرا يا ريس. شكرا. كل سنه وانت طيب. طيب عاملين ايه؟ الحمد لله كويسين. ولادك؟ ايوه ولادي. تعالي يا تعالي سلمي على الريس. ازيك يا جميله؟ ازيك يا عامله ايه؟ الحمد لله. تقوى بس؟ عندي تقوى ومحمد بس محمد في البيت وانا معايا عياله. وماله هاتيهم ربنا يخليك. طمنينا عليك. الحمد لله. صحيح؟ الحمد لله. قولي الاسعار اخبارها ايه؟ والله غلا. طب احنا قاعدين يعتبر عيلتين في شقه واحده اوضتين وصاله يعتبر اوضه. ليه؟ ما قاعده مع حماتي. ما جوزي قاعد يعني شغال يوم ويوم لا يعني مش بس يعني الحمد لله. بيشتغل ايه؟ بيشتغل مع كبابجي. يعني في محل محل كبابجي زي صبي كده. كل حاجه كل حاجه. فين ولد اختك كاتين؟ تعالي ياسمين. ازاي ولادك؟ بناتي. ما شاء الله. ثلاث بنات. ما شاء الله. طمنيني على الدنيا عامله ايه؟ ايه الدنيا عامله ايه؟ الاسعار غلى شوي حتى بعد الاجراءات اللي احنا يعني إيه؟ يعني المنافذ اللي فتحت ديت. لا هي يعني المنافذ كويسه طبعا. طب انتوا بتروحوا المنافذ دي؟ لا بصراحه ليه؟ ما عشان الكنه مش قدامنا وكده فمش موجوده في كل مكان. احنا دلوقتي المنافذ ديت وبالمناسبه
كل الهايبرات الكبيره احنا عاملين فيها نفس الكلام. يعني الموضوع مش على قد المنفذ حضرتك بس المشكله الغلا وفي نفس الوقت المدارس والدروس وكل ده طبعا ما بيتخلفش. يعني احنا الوقت هي قاعده معاكم؟ لا هي مش قاعده معايا، قاعده جنبي في يعني بعديه كده بعديه بشيء. ربنا يخليكم لبعض. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا ريس. بناتك في سنه كام؟ اولى ثالثه اعدادي واولى اعدادي وخمسه ابتدائي. اسمك ايه؟ أنا؟ لا اللي خايفه دي انا؟ ايوه ماي. شيلي يا ماي البتاع، خايفه ليه يا حلو؟ لا مش خايفه. صحيح طب مشيت ليه؟ عايز اكلمك. طيب عامله ايه في التعليم؟ الحمد لله كويسه. بتذاكري كويس؟ ها انت سنه كام؟ انا خمسه. سنه خمسه لسه شويه. لسه شويه. انا مريم في سنه اولى اعدادي. اولى اعدادي وبتذاكري كويس؟ ماما مخليها بالها منك في المذاكره؟ شوفوا اغلى حاجه، اغلى حاجه تقدميها للولاد تعليم كويس. ايوه طبعا، ما هو الواحد ما بيهتمش بالتعليم اكيد. تعليم و... أيوة والواحد يتكلم كويس. هي اكتر واحد بيعملها معاهم التعليم من اي حاجه ثانيه عامه يعني. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب يا رب. صحتك. كل سنه وانت طيب. فين الست اللي معاك؟ حبيبي. ازيك يا امي؟ حبيبي ربنا يكبر خاطرك. حبيبي ربنا يخليك ويخليك وينصرك. عندي مشكله. الله عيني. اه تسلم. الوقت بيتي انا قاعده يجي لي 25 سنه. ايوه. والبيت كان واخد قرار ازاله ورا الامام الليثي لما جه من المتحف بيوسع يعني بينظف. صاحب البيت اللي خد بديل في مدينه السلام عايز يطلعني انا وعيالي وانا بخدم في المدينه 20 سنه. حاضر. زي فريد محمد. ولا ابدا ولا تقلقي ولا تخافي. عاملين لي طرد يا بيه وجاب لي الحكومه. عيني يا رب يخليك يا بيه يعليك. كل سنه وانت طيب. ينصرك على من يعديك. اللهم اللهم بلغك رمضان. امين يا رب. اللهم بلغك رمضان يا رب. أمين. عشان خاطر حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اكتب اسمي تبعك. كل حاجه هتتعمل. زينا فريد محمد علي. يا حبيبي. 16 سريع الغفار. بالامام الليث عشان الحكومه جاتني وكانوا يكسروا الباب عليا معايا بنات في المدارس. على عينينا يا حاجه عشان خاطر ربنا. لا اله الا الله. انا قلت لك مش عارفه اقول لك ايه سعاده الريس. ولا تقولي حاجه. نزلت من السماء وانت استلقيت بس مش هقول لك زاد عن كده. بس وانت ربنا معاك بقى. كل سنه وانت طيب. ربنا معاك وانت طيب. معايا ست عيال وبربي فايتاء. ربنا يخليك. اروح فين؟ اروح فين يا حضره الريس؟ على رقبتي. لا يا بيه تسلم رقبتك. والله على رقبتك. تسلم وتخليك يا رب. يخليك. مش هقول لك زاد عن كده يا حضره الرئيس. هاخده منك. وتحيا مصر. بيكوا بدعواتكم الطيبه. يا رب. دعواتكم يا رب. مش هقول لك حاجه تاني. خليك ولادك هتسترني ربنا هيسترك. اللهم امين. بس طيب. ادي اللي هقولها لك يا حضره الرئيس. طيب. عايز حاجه يا امي؟ ربنا يخليك يا ابني. ربنا يسترك على الميعادين. امين يا رب. خدوا بيتك يا رب. تكسب المرض. وعلم ربك طوله كمان. ربنا يخليك. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا استاذ الريس؟ زي عامل ايه؟ زيك. كل سنه وحضرتك طيب. طيبين. انت حضرتك طيبين. حاجتكم كلها موجوده؟ لا موجوده الحمد لله والاسعار كويسه. صحيح. والله الحمد لله. السكر سعره كويس والزيت وكل حاجه. والرز. والرز وكل حاجه. وكل الاصناف. كل الاسعار كلها كويسه معايا. صحيح. الحمد لله. لا قولي لي عشان لو في حاجه نعملها. لا لا الحمد لله الاسعار كويسه. ربنا يخليك لنا يا ريس. يخليك. خليك يا حبيبي يا رب. حلوه وكويس وموفرين معانا كويسين وبيعملوا زي اي حد. كويس. وحضرتك انا مين؟ كنت عاوز اقابلك ان انا اروح كل المستشفى اعمل اشاعه الفتاة ده ما حدش يعملها لي. عيني. تسلم. عيني والف لا باس عليك. وانا اصلا كنت مغرض زياده كنت مسحي واسلمت وماليش حد. احنا يعني بنعمل للمصري. انت بتعمل بتخدم الناس كلها. على عيني حبيبي. وانا في ظهرك. كتر خير. مش عايز حاجة تاني؟ ربنا يبارك لك. صحيح. الصحة والطريقة. صحيح. ويخليك. ويخليك. أنت عايز علاج؟ ما كنت بص وجعني. حاضر حاضر. علاج يعني قولي لي على حاجة لكن كل هنعمل كشف كامل ونشوفي. حاضر. على عيني. ما تعيطيش. أوعي تعيطي. ده مش بقى يعني امال احنا موجودين ليه؟ محدش عايز ويعيننا ربنا. تعالي اللي بتتحكي. اهلا وسهلا. انا صغيره بخير حضرتك. ربنا يكبر خاطرك. ربنا يكبر خاطرك. قولي لي الاسعار عامله ايه؟ جميله والله. بامانه الله. جميله. كفايه ان حضرتك موجود والله. لا. ربنا يعينك علينا يا رب. ربنا يديم ايديكم عليا
ويعيننا على كل خير. لكن انا بسالك صحيح جميله والله الاسعار زي الاسعار جميله. لا حلوه. طب اي حاجه ثانيه رخيصه عن بره خضار والحاجات هنا العيادة رخيصه عن بره. تسلم حضرتك الله يبارك فيك. طيب هل في حاجه ناقصه؟ لا لا يا فندم. طب اقول لك حاجه ثانيه في ملحوظه تقولها لي نعملها؟ لا لا تمام كل الاسعار نازله وكله بيشتري بنفس الاسعار. صحيح النازله عليا انا ببيع بنفس الاسعار اللي نازله. بتنزل خضار؟ بنزل الخضار وبنزل السمنه والزيت والمكرونات كلها والرز والسكر والشاي والكلام ده كله. طب اي ملحوظه؟ لا تمام. اسمك ايه؟ ربنا يخليك. اسمي عبد الحي يا فندم. يا عبد الحي انت بتأجره منهم ولا ايه؟ لا لا هو تبع الاسم. تبع الاسم. الاسم هو اللي منزلنا واقفين فيه. طب ده طب يعني ده تطوع؟ اه يا فندم. اه انا معايا لصنص حقوق اصلا. انا عارف بس انا بفهم الناس وبسمعهم ان في ناس في مصر جدعان. ربنا يخليك يا فندم. في ناس ايه؟ في مصر جدعان اكيد يا فندم. رجاله جدعان. ربنا يخليك جدعان. ربنا يكرمك. اللهم امين. مش عايز حاجه. ربنا يخليك يا فندم. صحيح. ربنا يخليك. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا خلوهم. ربنا يبارك يا رب. انت بتشتغل ايه؟ انا استرجي. استرجي. استرجي موبيليا ولا استرجي؟ موبيليا. موبيليا. بتعمل كام في اليوم؟ والله على حسب ما ربنا سبحانه عايز يسهل. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا ربنا 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 يخليك. ربنا يديك. احنا نفسنا في شهر. نفسنا في شهر لان احنا قاعدين ايجار جديد ومتبهدلين. الحمد لله على كل حال والله. طب ليه ما بتهدموش في الاسكان الاجتماعي؟ ما احنا مش عارفين نعمل ايه. ازاي؟ احنا عاملين تسهيلات كتير لكل الناس. حتى اللي الظروف عمله زي اسمك ايه؟ محمد. زي محمد. لسه متجوز على فكره بنت قريب. متجوز بنت؟ ربنا يكرمك. ربنا يكرمك. ربنا يبارك فيك يا رب. كل الصحه يا رب. الحمد لله والله ربنا سترها والله. هنا في نعمه. ربنا يبارك لنا فيك يا رب ويديك الصحه ويا رب استرها معاك يا رب وافرق في الحلال يا رب. ربنا يبارك فيك يا باشا. محور الدكتور صلاح الشاذلي ده يا فندم عباره عن اثنين كوبري، كوبري بيربط شارع عين الحياه وحتى الطريق الدايري بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حار مروريه كل اتجاه، ده خلق يا فندم محور مروري جديد موازي لمحور الاتصالات لنقل الحركه من مدينه مصر القديمه وميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه وميدان مجرى العيون مع الطريق ارتباط ارتقائه بصلاح سالم الى الطريق الدايري، بالاضافه يا فندم للكوبري الثاني من شارع الفسطاط وحتى محور الاتصالات بطول 4 كيلو 8 من 10 وعرض 3 حارة مرورية لكل اتجاه، وده يا فندم خلق محور جديد موازي للدايري في المسافة من كورنيش النيل وحتى محور الاتصالات ونقل منطقة غرب القاهرة بشرق القاهرة. توجيهات سيادتك بتطوير طريق صلاح سالم في المسافة من حديقة الفسطاط مرورا بشارع عين الحياة ثم شارع الخلاء ثم كوبري الإباجية ثم نفق باب الوزير ثم نفق الأزهر ثم تلاقيها عند محور جيهان السادات. محور رئاسة الرزق يا فندم بطول 6 كيلو 400 في المسافة من تلاقيه مع محور حسب الله الكفراوي من تحت نفق الأثمرات حتى تلاقيه مع صلاح سالم. والمنطقة دي يا فندم كنت سيادتك وجهت إن احنا ندرسها ونرفعها لربط محور رئاسة الرزق بمحور صلاح سالم، دي جارة الدراسة الرابعة، وبالفعل يا فندم بدأنا الشغل فيه. أنا عايز أقول لك على حاجة، النقطة دي لو أنتوا حليتوها تمام فندم أنتوا هتحلوا حاجة كبيرة قوي في المنطقة دي. إن شاء الله بإذن الله يا فندم. النقطة اللي هي نقطة الاتفاق صلاح سالم مع محور رئاسة الرزق ده كنت هتقول له لا الحركه دي كلها لشرق القاهره. لشرق القاهره ان شاء الله. مدينه وسط للتجمع لاي حاجه. ان شاء الله كانت تتحل باذن الله. طيب ان شاء الله. ايه تاني؟ تطوير طريق صلاح سالم يا فندم، المحور ده يا فندم ولطبيعه القاهره الخاصه احنا هيتم تطويره عن طريق ان احنا هنطور الاتجاه اللي احنا واقفين عليه ده في المسافه من حديقه الفسطاط وحتى جنوب نادي الابطال باعتبار الاتجاه ده للقادم من منطقه الجيزه وحتى منطقه جيهان السادات، المسافه من تقاطع جنوب نادي الابطال وحتى كوبري الاباجيه هيكون الاتجاهين بالكامل جداد للحركه المروريه وذلك لتخفيف السيوله المروريه وتحويل الحركه في ميدان السيده عائشه وميدان السيده نفيسه لان المنطقه دي يا فندم في وقت المناسبات الدينيه بتبقى زحمه جدا. ومن كوبري الاباجيه هي زحمه على طول. هي زحمه على طول. لو مشينا دلوقتي عندها زحمه. لا لا ان شاء الله يا فندم باذن الله بعد ما تعمل المحطه تبقى باذن الله. ان شاء الله. المشروع يا فندم اسكان بديل عشان نبدا يا فندم. المشروع يا فندم بيتم ضمن مشروعات بتتبناها الدوله لخلق سكن كريم يليق بالمواطنين المصريين ونقلهم من المناطق غير مخططه والغير امنه الى سكن صحي يليق بهم كمواطنين مصريين. عندنا يا فندم في المنطقه الجنوبيه يا فندم بيتم تنفيذ 5 مشروعات يا فندم. عندنا يا فندم اول حاجه تطوير منطقه المدابغ بمساحه 87 فدان يا فندم. المشروع الثاني يا فندم بيتم تطوير منطقه
بطن البقره يا فندم، المنطقه الثالثه يا فندم منطقه عين الحياه وعين الصيره. عندنا يا فندم مشروع سيادتك تطوير منطقه عزبه ابو قرن، وده يا فندم تم نقل السكان ايضا الى مشروع معنى. وهنا يا فندم هنتكلم مع سيادتك على مشروع اسكان بديل شباب الخيله. تم يا فندم انشاء المشروع على مساحه 37.5 فدان يا فندم بنسبه بنائيه 36%. بيتم يا فندم تنفيذ المشروع بنسبه 100% جاري تسكين السكان يا فندم وعددهم 1660 اسره، وتم تاسيس العمارات بالكامل يا فندم ومرفقه بالكامل. اجمالي المشروع ده اللي انت عملته ده، وانا مش بقوله لك انا بقوله للمصريين، بقول ان احنا عشان نعمل الخمس مشروعات دول تقريبا 16000 شقه، مش كده؟ تمام 16000 شقه. 16000 شقه ده كانت الناس عايشه في ظروف صعبه، ودلوقتي هم بنعيشهم في مكان افضل زي ما انتم. انا بس عايز اقول ايه، احنا عايزين كمان الخدمات واحنا داخلين، يعني في محلات موجوده تمام، لسه 12 محل. طيب انت المحلات دي قوي نعرضها من دلوقتي، وانا قلت الكلام ده وانا هناك تمام، ونعملها احنا. ليه نعملها احنا؟ عشان تتعمل بشكل يليق باللي انتوا عاملينه، ما نسيبش كل واحد على قد الظروف. احنا يعني مش هنيجي بعد يعني 16000 وحده دول دي النهارده يكلفوا 8 مليار جنيه، مش كده؟ 8 مليار جنيه ده لو قلنا 500000، ده غير الارض وغير المرافق. وبالتالي ما نعملش ده كله والناس ما تشعرش بالخدمات اللي موجوده انها خدمات ايه؟ قديمه، خدمات ممتازه او على الاقل. حاجه ثانيه هقول لك عليها، انت عملت مبنى اسعاف ومبنى اطفاء وحده صحيه. لا انا هتكلم في المباني ديت، البريد والاطفاء والاسعاف. انا ما اقدرش اعمل مجمع الحاجات ديت بدل ما اعمل مبنى ومبنى ومبنى واسيب الارض الفاضيه دي يا ملاعب يا نوادي، بدل ما اعمل مبنى للاسعاف ومبنى للاطفاء ومبنى للبريد. طب ما هو بقى يعني المنطقه دي كلها بالكامل اقدر اعمل لها الحاجات دي في مجمع واحد، مجمع خدمات، مجمع. فايه مطلوبكم نشوف ده وال... دلوقتي كل الحياه بتاعتنا الكنيسه والجامع، مش كده يا فندم؟ ايوه. طيب حاجه تاني؟ احنا بس اللي كنا هنا بالنسبه لنا اللي هم 16000 وحده اللي تم نقلهم، وكان هم بدا يتم نقلهم تباعا من اول منطقه اللي هي منطقه فتح البلاغه وشقه السرود وبني ملاك، اللي هو الجزء اللي احنا تم نقله فعلا للاسمرات. وبعد كده جينا الجزء الثاني اللي هو بطن البقره ومنطقه السحيله ومنطقه كومبراب، دول برضه تم نقلهم جزء منهم الاسمرات وجزء منهم في المنطقه الشرقيه. بعدين دخلنا على عزبه ابو قرن، كانت مناطق ديه كانت مناطق مهدده للحياه، منعو تقريبا معدومه الخدمات. الحمد لله برب العالمين تم نقلهم لمدينه او كومباوند معن، ال 4000 وحده كلهم تم نقلهم لمعن، وفي حتى في متبقي لسه لنا بعض الوحدات. واحنا دلوقتي جاري تنفيذ اخلاء والجزء اللي هو خاص بالسكر والليمون والزياره وتسكين. تمام فعلا، وزي ما وعدنا سيادتك المره اللي فاتت احنا فعلا الحمد لله رب العالمين تم نقلهم لمنطقه الخياله. منطقه الخياله بتعتبر زي ما سيادتك شفت النهارده، يعني الحمد لله الناس كلها نفسيا مستريحه، وهي كمان فيها ميزه انها قريبه جدا من المنطقه اللي هم كانوا موجودين فيها. وان شاء الله باذن الله هنسرع الوتيره بتاعه الاخلاء والتسكين، وهنراعي الملاحظات اللي معاليك النهارده قلتها ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم. عليكم السلام. وفي لفتة إنسانية توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء جولته بمصر القديمة وأمر بعلاج سيدة مسنة. ربنا يبارك فيك. لا يا رب. النبي يا ابني ربنا يستر عليك. والله العظيم تحت أمرك. والله العظيم تحت أمرك. ربنا يطمن عليك. هنعمل لك كل اللي أنت عايزه. الله يخليك يا ابني. ابوس ايدك من غير انت تقولي. ابوس ايدك يا ابني، ده اقوى كم من اللي شفتك. ربنا يبارك فيك. كم خاتك يا ابني يا ام اكلت الحلال ويستر عليك كل وحش يا ابني، ويزمزلك لحد ابدا ولا يدخل في قلبك المعوض يا ابني. امين امين. ويستر عليك يا حبيبي، ربنا يستر عليك وينصرك على من يهديك يا ابني. ما تشيليش الهم. والنبي يا ابني اقسم بالله والنبي لو اقدر اعمل الحاجه دلوقتي اللي اعملها دلوقتي وانا واقف كده تعبان على عيني، كل حاجه هتتعمل تعبان يا ابني. ما مش محتاجه تقولي لي، انا شايف على عيني تعبان يا ابني. لا عند المستشفى كل حاجه. ربنا يستر عليك وعليك وينجيك يا ابني ويخليك، مش عايز يبعد عنك ولاد الحرام. اللهم امين.
يبعد عنا كل هذا الحوام والعصيان. امين يا رب العالمين. يسترك على مين يعاديك يا رب. امين يا رب. ولا يدخل في جسمك المرض ابدا. جميعا. ولا يذلك لحد ابدا. امين يا رب. يجعلك مستويه. امين يا رب. يجعلك مستوي كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي. ربنا يستر عليك يا ابني. الف سلامه يا رب. شوفوا الحاجه دلوقتي تطلع دلوقتي من هنا. تمام. على عيني يا بوقف الاتوبيس عشان اركب. هو زعق لواحد بقول له مش توقف الاتوبيس عشان اركب. قال لي يا حاجه الحكومه جايه ورايا. قلت له طيب يا ابني. وقفت كده لقيت اللي بيندى عليه بيقول لي كلمي يا حاجه. قلت له كلم مين يا ابني؟ قال لي كلمي سيسي. فروحت بصراحه انسان طيب طيب ربنا ينصر على مين يعديه. وطيب جدا 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 جدا. وفي شاف المرض. هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها. ربنا يديله صحته يا ابني.